بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي الفقه وحياة مع ضيفنا الكريم الدائم على البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وفقكم الله لكل خير إن شاء الله. للسادة المشاهدين نذكرهم إن شاء الله بإمكانهم الاتصال بعد 10 دقائق من الآن أو يزيد بدقيقتين للمشاركة وطرح الأسئلة وأي شيء يحبون أن يطرحوه في البرنامج بإذن الله تعالى. سماحة السيد، في بداية الأمر إذا تسمح لنا نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، اللي هو أكو قضايا حق وباطل في مجتمعنا، بس الكثير من الناس يحس القضايا هاي ما تهمه. نسأل حضرتك عن المسؤولية الاجتماعية وشون يقدر يحدد الإنسان هذا الموضوع يخصه أو لا. تفضل. أحسن، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الواقع موضوع حساس جدا طرقتم إليه، وهو مسؤولية الأمة تجاه قضاياها، قضايا الأمة نفسها. نعم. حسب استقراءنا التاريخي أنه كلما وقفت الأمة في الدفاع عن قضيتها، في الدفاع عن حقوقها، فإنها ستنال الحق وتصل إلى الأهداف. نعم. وكلما تنصلت الأمة وتراجعت وبقيت متفرجة فإنها ستخذل وتواجه الصعوبات في مسيرتها نتيجة الموقف المتفرج. أضرب أمثلة تاريخية واضحة. واحدة من الأمور التي مناسبتها التاريخية هي هذه الأيام، مناسبتها التاريخية في هذه الأيام، لما رحل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قبل أيام، 28 صفر، نعم، يعني قبل 4 أيام كان وفاة النبي الأعظم. وتعرفون بعد وفاة النبي الأعظم ورحيله ابتليت الأمة بمجموعة تطورات مهمة جدا، نعم، وهي السقيفة ومآلاتها، موقف علي بن أبي طالب وأهل البيت. صار فد شيء على حال فتنة نعيش تداعياتها اليوم أيضا. لما نأتي إلى تلك الحقبة، لو وقفت الأمة في الدفاع عن الحق والدفاع عن الحقيقة والوقوف مستميتة في سبيل تحقيق غاية الله وهدف الشريعة ومقصد النبي صلى الله عليه وآله، ما كانت الأوضاع تنتهي بهذا الشكل. لما الأمة سكتت، لما الأمة جلست، لما الأمة تفرجت، ولما الأمة خذلت، في النهاية علي بن أبي طالب صار جليس الدار 25 قرن، 25 سنة جليس الدار. وصودر علي، وصودرت وصايا النبي الأعظم، وتوجهت الأمة توجهات أخرى بسبب عدم مصادر الحق، عدم وقوف المجتمع والأمة في مطالب الحقيقية والحق. نعم. هذا أنا ما أعتقد في تاريخ البشرية موقف أساسي ومهم في رسم خارطة الأمة إلى يوم القيامة كهذا. شنو؟ أنه تحديد الخلافة والوصايا بعد رسول الله اللي عقدها في غدير خم، وخذلته الأمة بعد كم يوم مولانا؟ أيام، من 18 ذي الحجة إلى 28 صفر، تقريبا 70 يوم خذلته الأمة، انتهت. قضية الحسين صلى الله عليه وسلم أنت تعرف، قضية الحسن صلى الله عليه، عندما الأمة لا تقف موقف الدفاع عن إمام زمانها الحسن المجتبى، طبيعي
طاغية الشام يلعب لعبته ويدخل في هدنة يخدع الأمة، وفي النهاية تنتهي القضية إلى بني أمية ليحكموا مئات السنين، ليحكموا مئات السنين. نعم. وهكذا لما نشوف أن الأمة توقف ما تدير بال وما تتحمل مسؤولية، بعدين تواجه مشاكل، بعدين تخلي إيدها وأصبعها في فمها لتعض أصابع الندم، واللات حين مندم كما يقول القرآن الكريم، واللات حين مندم. شو الفائدة يعني؟ فإحنا في واقع الحال في العمل الاجتماعي والقضية الدينية، لما نشوف أكو مسار غلط، يعني نشوف مثلا المجتمع رايح باتجاه الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري والإباحية الجنسية، نعم، وفقدان الهوية. شوف عناوين كل وحدة حسب تعبيرنا مصيبة، كل وحدة مصيبة، التفكك الأسري مصيبة، نعم، الانحلال الأخلاقي مصيبة، الانحلال الجنسي مصيبة بحد ذاته، فقدان الهوية أم المصائب. كل واحدة من هذه لما نشوف الأمة رايحة بذاك الاتجاه، وعينة المجتمع، نخبة المجتمع، مثقفي المجتمع، ما أدري شو أقول بعد، المرشدي الأمة، المؤسسة الدينية، عندما لا تقوم بمسؤوليتها في النهاية ما راح تتغير المسائل، ما راح يتغير المسار، ممكن تزداد سوء. يعني أحسنتم، يعني أنتوا، أنا ما أريد أدخل في التاريخ السياسي، تاريخ السياسي للمجتمع الإسلامي، أنتوا لما تشوفون أنه شلون دخلت الفكر العلماني القومي في المجتمع الإسلامي، حتى أنه حورب الحجاب، يعني صار الحجاب رمز التخلف. ومصطفى أتاتورك في تركيا، نعم، ورضا خان بهلوي في إيران، وساطع الحصري في المنطقة العربية يشتغلون حتى يقولوا أن الحجاب تخلف، والدين أفيون الشعوب، ورجعية وما إلى ذلك. بعدين شوف السفور والتبرج، وبعدين تصل الحالة إلى أن بناتنا يعتقدن أن الحجاب عيب، حجاب عيب، فشلة الحجاب، فشلة، تستحي البنية تلبس حجاب. ليش؟ لأنه كل معلماتها ومعلميها وكل زميلاتها وزملائها كلهم يقولون هذا مو لطيف، شنو لابسه هذا ضد الحرية، هذه عبودية. تغيير المفاهيم، وأنت ما عليك إلا أن تنظر هكذا، لأنه بالبداية ما تدخلنا، يعني ما وقفنا موقف قوي، لم نقف موقفا قويا. نجي إلى قضية، مثلا قضية الشيوعية، تدرون الشيوعية غزت المجتمعات الإسلامية بشكل عجيب وغريب، وحتى أنه وسموسر أقوله، حتى أنه دخلت الشيوعية إلى بيوت العلماء في النجف وقوم وطهران وغيرها، بيوت العلماء أولادهم أصاروا منتمين للحزب الشيوعي، وما أريد أجيب أسماء، عوائل ضخمة وأسر مهمة أولادهم صاروا شيوعيين. فلما شافوا وصلت حسب تعبيرنا النار إلى أذيالنا، خرجت الفتاوى على أن الشيوعية كفر وإلحاد، وصارت هناك هجمة تجاه الشيوعية. ولكن بعد الذي شنو؟ بعد الخراب الذي حصل. فأيها الأصدقاء، أيها الإخوة، موضوع اللي جناب الأستاذ الحمامي، نعم، ذكر موضوع مهم جدا. إذا من نتحمل مسؤوليتنا، ومن طالب بحقوقنا، وما نكرس مفاهيمنا، ومن قاتل
القتال مو انه سلاح، لا لا لا، بالفكر، في الفكر والاعلام والمطالبه الملحه بقوانين التي تنسجم مع شريعتنا وثقافتنا ومبادئنا، اعلموا انه سيغلب، انه ستغلبون ويغلب الباطل، ستغلبون ويغلب الباطل. فاذا غلب الباطل ذاك الوقت ثم تدعون فلا يستجاب لكم، كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه، لا يستجاب لكم. ليش؟ لانكم تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمطالبه ايها الاصدقاء ما يحتاج لشيء، لافته تخليها باب بيتك، لافته تخليها على محلك. وانا اطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصيه، وهذا يهمني. انا عندي بنيه اتزوجها، عندي ولد اريد ارتب حاله، عندي احكام مواريث، عندي احكام حضانه. مطالبه ليس مصارعه وليست مقاتله وليست على حال تخريب، ابدا مطالبه. ايها الناس انا اطالب بحقي. فالتفرج والتواكل، التواكل يعني انا اعتمد على الاخر، هاي يسموه تواكل. نعم، غير التوكل. التوكل انا اعتمد على قواي بالله سبحانه وتعالى، هذا التوكل على الله وانا اشتغل. اما اقعد واتواكل على الغير هذا امر خطير وسلبي، وستؤول الامور لا سمح الله الى ما آلت اليه الحوادث التاريخية، كما قلت في قضية الغدير والسقيفة. نعم. قضية كربلاء وقتل الحسين، وقضية مولانا الأجل خذلان الأمة لأئمتهم، الإمام رضا. لو أتكلم لكم عن حياة الإمام رضا، شنو واجه الإمام رضا؟ لما يسمى غريب الغرباء، لما يسمى غريب الغرباء لا يعني أنه في بلد طوس كل أئمتنا غرباء. أمير المؤمنين غريب في العراق ومسقط رأسه مكة، وأئمتنا أيضا المدينة ومكة أجوا إلى العراق وأجوا إلى بلاد أخرى، كلهم غرباء. بس غريب الغرباء إلى مفهوم إن شاء الله إذا صار عندي فرصة في وقت آخر أقول لكم، أنه يعيش الإنسان العالم، يعيش الإنسان الصالح، يعيش الإنسان المؤمن الولي من أولياء الله، يعيش لوحده، لأن الأمة لا تنصره، الأمة لا تقف معه، الأمة لا تطالب بحقها، فإنه يخذل، وفي ذاك الوقت تحصل هناك نكبات، الأمة تعض أصابع الندم ولا فائدة من الندم. شكرا جزيلا على كل هذا الإيضاح سماحة السيد، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه التفاصيل المهمة. إذن مشاهدينا الكرام، على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم، طرحكم، كل ما تودون طرحه على سماحة السيد رشيد الحسيني هنا للإجابة عليه بإذن الله تعالى، من خلال الاتصال على البرنامج ومن خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الرسائل الصوتية ترسلوها إلى تطبيق المجيب اللي موجود أسفل يمين الشاشة، هذا التطبيق بس تخلي كاميرا الجوال عليه راح تروح إلى هذا التطبيق وتقدر ترسل رسائل صوتية لهذا التطبيق، وإحنا إن شاء الله نقرأها، عفوا نعرضها في البرنامج. أما الاتصال المباشر فالأرقام أسفل الشاشة أمامك، بإمكانك أن تتصل وتشاركنا. طيب، أول المشاركات، أول المشاركات الأخوان بالكنترول، زينب أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة أنا أقول شغل في البيت، أغني يعني أغاني في البيت. نعم. يعني يصل صوت للغرب. يشغل بالبيت أغاني. إيه، بعض الحين يصل صوت للغرب، بعض الحين نفسي فيشغل أغاني من البيت. نعم. إحنا نقول يعني نفسي بس أقول يعني يقولون الاثنين يقولون ال بيت اللي تنزل بيت اللي فيه الغلاء تنزل عليه الفجيعة والبلاء. نعم. لا تستجاب فيه الدعاء، لا يدخل الملاكم. طيب، فإحنا شنو نعمل في هاي الحالة؟ يعني هل يأثر فينا ويدعانا مع أن إحنا نصلي ونقرأ القرآن يعني في البيت؟ واضح أختي الكريمة، إن شاء الله تسمعين الجواب. عندي سؤال آخر.
نعم، عندي سؤال آخر. تفضلي. والمدرسة غير المحتشمة للأب، نعم، هل عند تأثير وهل يصلي بهذا الملابس يعني غير محتشم، وإحنا بنات في البيت يعني بالغات، واضح. ما يحب هذا يعني هذا التصرف، يقول له بس هو عادي يعني، وهل يصلي بهذه الصورة يعني، هل ينفع على صلاته؟ من يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم يعني، ما هاي بالنسبة للملابس لما تقول له. للملابس. واضح. سؤال آخر أختي. شكرا. شكرا لحضرتك، تحياتي. تفضلوا سيدة. بالنسبة للنقطة الأولى، تقول والدي يشغل أغاني بالبيت ويوصل لكل الغرف الصوت، تقولوا أنا قارية روايات عن أن البيت اللي فيه الغناء فيه مشاكل كثيرة يعني. فتقول إحنا مصليات صائمات مؤمنات، شنو علينا؟ والآخر سؤال آخر. سؤالها الثاني قالت نفس الأب سيدنا، أحيانا بالبيت يطلع بملابس غير محتشمة وإحنا نساء يعني بالغات. كلا السؤالين يصبان في أمر واحد، وهو أن الأب غير مؤدب. الأب غير مؤدب. عجيب سيدنا تتكلم عن الأب. إيه نعم، الآباء بعضهم غير مؤدبين وغير ملتزمين، وواحدهم هذا. أنت عندك انحراف ديني، أنت ما ملتزم، خلص اسمع الأغنية وحدك. ليش الشيعة في العائلة؟ ليش الشيعة في العائلة؟ أنت لما تحس أنه تطلع ملابسك الداخلية الضيقة أو ملابسك الداخلية الفضفاضة اللي من تجلس تظهر عورتك بالنسبة لبناتك، إذا أنت ما تحس بالحياء، ما تحس بالعيب، ما تحس على أن ذني بناتك عندهن مشاعر وأنت رجل، كيف إحنا؟ أنا ما والله ما جاء أتصور، الله شاهد، بعض الأحيان من أمشي بالشارع شوف بعض البيوت مثلا تفتح يفتحون الباب الأب يطلع بلابسة داخلية يغسل سيارته، أقول هذا بعائلته شلون يعني بملبس الداخلي بين بناته وأولاده؟ وتعرفون يعني أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، الأب لما يتحرك بالعائلة الأولاد يشوفون كل تفاصيل جسمه، مو عيب يعني، مو خزي، مو عار، مو فشلة، ما أدري والله، ماكو حياة يعني، الله يعلم. نحن ربينا على أن نلبس بجامة قصيرة عيب، نص رجلنا تطلع والرجلنا يمكن بيها شعر بيها كذا، وبنات مثلا بناتنا خواتنا بالبيت نحس أنه ملائق. واحد يقول سيدنا هل قد يعني عندكم حساسية جنسية واحد ينثار على آخر بناته؟ يا إخوان مو حساسية جنسية، في مراعاة مشاعر وفي نفس الوقت ضوابط أخلاقية، ضوابط أخلاقية. شوفوا أئمة أهل البيت شو يتكلمون فيما يرتبط بالحشمة، فيما يرتبط بالستر، شلون يتكلم عن المرأة المتسرولة التي تلبس السروال حتى لما تقعد لا تطلع بعض مفاتنها. هذا يحتاج إلى أخلاق، يحتاج يعني بعيد عن الدين، والله بعيد عن الدين، أخلاق أخلاق أخي أخلاق. هاي بنتك وتقول أنا بالغة وأنا مراهقة وأنا ملتزمة، أشوف والدي يمشي بهالطريقة هذه وجسمه وعضلاته ووضعه ومدري إيش. يا إخوان نحن في أزمة أخلاقية كبرى على المستوى الاجتماعي والأسري، لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أدري كيف تحل. كيف تحل إذا الإنسان هو ما يتوجه لنفسه، إذا هو الإنسان ما يحس بالمسؤولية ويجي يحمل الآخرين مسؤولية؟ والله بناتنا انحرفا، أولادنا انحرفوا، أنت سبب انحراف أولادك وأنت سبب انحراف بناتك إلى يوم الأيام خرجوا عن الطريق. إنا لله وإنا. بالنسبة للأخت نفسها سيدنا تقول يعني إحنا شنو اللي علينا، نحصل ذنب إحنا بيت الغناء لا يأمن الفجيعة وإلى آخره؟ أنت ما عليك يا بابا، أنت إنسانة بريئة، إنسانة مظلومة، إنسانة منكوبة بعائلة تعبانة، الله يعطيك الأجر بابا، الله يحفظك، الله يستر عليك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي والدك لما فيه الخير. سيدنا نقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما سمع عرف الله العظيم، يعني هالقضايا تخرج عن طورها أخ سيدنا، تخرج عن طورها. نعم طورها،
أنه أنا شلون أقدر أحافظ على كرامة والدي إذا والدي هو ما يحافظ على كرامته، ما يحافظ على شخصيته، شلون أنا إذا واحد يهين نفسه ويبتذل، يبتذل هو يبتذل على يحمل الله. أحسنتم سيدنا. بعدنا نستقبل مشاركاتكم أخواني الكرام. عندنا مشاركة الآن من من؟ فاطمة أختي الكريمة تفضلي. تفضلي أختي. بس نصينا صوت التلفزيون تماما أو غيري مكانك بمكان غير اللي بيه تلفزيون. تفضلي أختي حتى ما يأثر الصوت. أخت فاطمة معنا تفضلي. تحياتنا الأخت الكريمة، إن شاء الله تعود الاتصال وتكون بعيدة عن التلفزيون. أخواني بس حتى نوضح هاي النقطة، لما تتصل والجهاز قريب عليك يأثر على الاتصال والتواصل بيناتنا، لأنه راح يصير أكو يعني وقت بين أن تتكلم وتسمعنا. طيب، كانت المشكلة الأولى اللي طرحت في البرنامج هي مرتبطة ب سيدة، شنو اللي يخلي أحيانا الأبناء ملتزمين دينيا أكثر من آبائهم؟ هذا الموضوع ممكن نتحدث عنه. نعم نتحدث عنه بعد ما ناخذ اتصال من الأخت الكريمة فاطمة بعد إذنكم سيدنا. تفضلي أختي الكريمة فاطمة. أما رزان الله البيت يقولون حرام، يعني على اللي تعرفها حرام ولا حلال؟ حرام شنو أختي؟ بس عيدي ليها. بزونة بزونة. بزونة واضح 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 تمام. إيه بزية يقولون حرام ولا حلال على الفراش. واضح إن شاء الله تسمعين. يعني متنا على الفراش واضح. تحياتنا لحضرتك. تصلي عليه. ها تصلون على نفس الفراش. إيه. واضح. إن شاء الله تسمعين الجواب. تحياتنا الأخت الكريمة فاطمة. قبل أن نجاوب على فاطمة سيدنا، شنو اللي يخلي عوائل الأبناء يكونوا ملتزمين أكثر من الآباء أحيانا؟ إيه سبحان الله سبحان الله، يعني شوف بعض الأبناء ملتزمين التزام والأبو منفلت انفلات عجيب. اتصلت علي قبل فترة أن والدي يشرب الخمر. لا إله إلا الله. وأنا إنسان على حال ملتزم وأخاف الله وكذا. واحد يقول والدي يلعب القمار. واتصل واحد يعني في الأمور عجيبة وغريبة. أعتقد والله العالم أعتقد أكو عوامل تجعل هذا الولد يستقيم أفضل من والده. يمكن الأم سيدنا تلعب دور. سأقول إذا كانت أم مستقيمة قد يكون متأثرين بأمهم قبل أبيهم. أو بخالهم أو عمهم أو زميلهم. يعني أكو واحد لو أستاذة بالمدرسة، واحد جاي يلعب دور بحياته مؤثر. أحسنتم. لو رجل دين هو يتابعه مؤثر عليه. شو بعض الناس قد يكون الأب غير مؤثر، الأب غير يعني ما إله تأثير على أولاده. شوف الأولاد لو أستاذة، لو إمام جماعة بالمسجد، لو رجل مثلا متصدي، أو لأنه كتاب قرأ معين. نعم. وشوف الأولاد بعض الحين ينحون منحى لوجود عوامل، لو صديق طيب، لو أستاذ محترم، لو رجل دين موجه جيد. هذه تسمى بالقدوات الصالحة اللي هم قد يتأثرون بها ويتجاوزون أسرتهم، يعني يتجاوز أبوه ويتجاوز كذا. أحسنتم سيدنا، يعني هذه المؤثرات بصراحة نافعة جدا. أم علي أختي الكريمة تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلب من سماحة السيد الدعاء فقط. إن شاء الله. تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا أختي الكريمة. الأخت فاطمة قبل الأخت أم علي سيدنا تحكي عن البزونة، إحنا نسميها القطة بالبيت، تقول نفس المكان اللي نصلي عليه هي موجودة، حلال حرام؟ هيك كان سؤال. ما في إشكال يعني، ولكن إذا كان أكو شعر ساقط من هاي القطة، وطبيعي القطة من تمشي يطيح منها الشعر، يعني خصوصا في بعض الفصول السنة يصير عندها حالة من التبدل، يعني شوف شعرها بشكل كثيف، هذا الشعر إذا صار على جسمنا وملابسنا صلاتنا باطلة. نعم صلاتنا باطلة. فلا بد إما تكون القطة في حديقة أو في مكان غير مكان الصلاة وغير مكان قعدتنا وصالتنا، وإلا فلا بد قبل الصلاة أن أعمل عملية شنو؟ تفتيش كامل لملابسي، لا يكون أكو شعرة أو شعرتين أو ثلاث. وبعض الإخوة عنده قطة يقول أنا معتز بيها، بس عنده غرفة خاصة للصلاة وملابس خاصة للصلاة، ما في مشكلة، لا أشكال في ذلك. نعم أحسنتم سيد، يعني بحد ذاتها تربيتها واقتنائها ما لا أشكال في بيعها شراءها.
تمام، ناخذ مشاركة أخرى إخواني الكرام. كنترول. أم غايب، تفضلي يا أم غايب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس نصلنا صوت التلفزيون تماما أم غايب، سمعينا بس من التليفون. عندي سؤال. تفضلي، شنو سؤالك؟ سؤالي أنا قضيت ورق ثلاث ورقات بالقصد، عندنا عملية. بس عيدي لي ما ورقات بالقصد. ها، أخذتي أو دولارات بالأقساط؟ هي في الأقساط. نعم. كل ورقة عليها 60، يعني حلال حرام، وأنا خاف شوية من الفايد. لا إله إلا الله. تمام. إيه بعد عملية عندنا وظهر، وأنا خويت حالتنا تعبانة. تمام. سوينا عملية بيهن. شكرا شكرا. شكرا لحضرتك، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضلوا سيدنا. لعنة الله على المرابين. لعنة الله على المرابين، لعنة الله على المرابين. هذا المرابي ينطيها ورقة 150,000 دينار، ياخذ 60,000 عليها. يعني هذا مرابي هم ما منصف وهم ما ملتزم. عدم الالتزام الديني شوي انصاف. يعني يا بس 20,000 فوقها، مو 60,000. هذا مرابي، والربا حرام، وما يأكله من المال 60,000 على كل ورقة، هذا سيكون ماذا؟ سيكون على حال كما تكون تقول الروايات، سيكون هناك وقود في النار ويحرق بها إن شاء الله. أما هي تقول أنا مضطرة، هي قالت أنا مضطرة، عملية تقول عملية مضطرة جراحية. مضطرة وفقرة إحنا. إذا كنت مضطرة بابا ما عليك، إذا كنت مضطرة ليس عليك شيء، ولكن أقول لك شيء، هذا لا تقولي لأحد، إحنا على الهواء مباشرة. أي لا تقولي لأحد، أنه مو واجب عليك تطي الزايد، تطي نفس ثلاث أوراق. إذا قال الطين الزايد يقول أنا ما أعطيك، حرام علي. تقدرين تقولي ما أعطيك، والسيدة ما أخذ علي كذا، إذا ما أخذ عليكم مشاكل وماذا، هذا بعد قانون تروحون تقدرون تشتكون عليه، تقدرون تشتكون عليه أن هذا يأخذ بالربا. وأكو هناك مادة قانونية تحاكم المرابين، واضح بابا؟ فمن ناحية الشرعية مو حرام عليك، يعني أنت مضطرة، بس من ناحية أخرى أقولش يجوز لك أن ما تنطي وتقلبين عليه، تقلبين عليه، لأن أساس الاتفاق، لأن حرام، أساس الاتفاق حرام. أحسنتم سيدنا. عندنا مشاركة أخرى أخواني، عندنا مشاركة. جبار، تفضل يا جبار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجرك أيها عظم السيد رشيد. الله يحفظكم أجمعين إن شاء الله أخوي، تفضل. سؤال. تفضل عزيزي، نسمعك. صدق سمحت السيد السيستان قال لي تلفظ، بس الجناب خلي تلفظ. شي تلفظ بالنية يعني؟ أي بالنية، صحيح؟ تمام، تسمع الجواب. أيوه. عندك سؤال ثاني جبار؟ السؤال مطلوب نذر بس ما عنده إمكانية. مطلوب نذر وما عندك إمكانية، شلون نذرت؟ ايش قلت بالنذر؟ شنو اللي حكيته؟ الإمام العباس. تمام. ما عندك إمكانية. حياك الله أخوي، شكرا جزيلا. سيدنا بالنسبة للنقطة الأولى، هل تجب النية لفظا في غسل الجنابة؟ لا لا، ماكو فقيه من الفقهاء يقول أنه النية لابد أن يتلفظ بها. قلبا كافي. وين رايح للحمام؟ شو تسوي؟ أختصر. شنو غسلك؟ الجنابة. ليش؟ لأن الله رايده. قلبا كافي. وهذا اللي يقولوا أنه بعض الفقهاء كذا، أبدا، لا فقيه يقول بوجوبي ذكر النية لفظا، النية قلبية وخطور في القلب، كافي. نعم. طيب بالنسبة لسؤال الثاني عن النذر سيدنا، بابا أنت نذرك عرفي، والنذر العرفي مو واجب عليك، حتى لو كان واجب عليك وكان نذر شرعي أنت غير قادر عليه، فيسقط النذر بالعجز وعدم القدرة. الله يوفقك بابا. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا. بعدنا نستقبل مشاركات، مشاركة أخرى. من ويانا ناخذ رسالة صوتية.
السلام عليكم سيدنا، جزاكم الله بالخير سيدنا. عندي ابني عمره 3 سنوات سيدنا، هذا متعلم يسمع قناة كراميش للأطفال. هذا القناة تدرس سيدنا يطلع بها أغاني أطفال بها موسيقى، هل لنا ذنب بهذا الفعل؟ يعني احنا مذنبين ما مذنبين؟ لأن هذا متعود على القناة وما يسكت، ما يبعد إلا يسمعها، فاحتارينا ايش نسوي سيدنا؟ رحم الله والديك، جزاك الله ألف خير. طيب احنا راح نجاوب على هذا السؤال ان شاء الله بعد ما ناخذ اتصال من الاخ الكريم ابو ايه. تفضل يا ابو ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني حياك الله عزيزي، اهلا وسهلا. سلام للشيخ. سلام للشيخ. سمعت سيدي يسمعك، حياكم الله. الله يبارك. تفضل. يعني عندي ولد صديقي كان يشتغل بالطاوله. نعم. اي قال لي محتاج مليون. نعم. ايه فانتج وياه مليون، قال انت ايش بدك تعطيني عليه بالشهر؟ اعطيني انت براحتك. قال اعطيني 50,000 بالشهر. ها يعني هو ياخذ من عندك اموال عراقي، عفوا ينطيك اموال عراقيه وياخذ من عندك عراقيه. لا لا انا اعطيه مليون، اعطيته مليون يشتغل بها. زين. قال لي انا قد ما اعطيك فاهي، قد ما اعطيك فاهي. واضح. نعم. نصينا صوت التلفزيون اخويا، نصينا صوت التلفزيون. صار صار صار. زين. فقال اعطيني مليون، هذه قلت اعطيك اعطيني، قال اعطيني بالشهر 50-40. نعم. فاذا شوف من الشيخ حلال وحرام. يعني هو شغل لك اياها الفلوس؟ واضح. اي اي اعطيته، قال شغل لك اياها انا اشتغل بها، يعني قلت اعطيك، قلت اعطيني اعطيني. شكرا لك على اتصالك. بالشهر 40. شكرا لك على اتصالك، تحياتي. بارك الله فيك، مشكورين. الاخ اللي سبق، الاخ المتصل الان سيدنا، سال عن ابنه اللي عمره 3 سنوات ويسمع قناة أغاني أطفال، يقولوا احنا يعني تعود عليها، صعب بعد نوخر عنها. شوف حبيبي، سأل أنه احنا مقصرين، احنا مذنبين. نعم أنتم مذنبون ومقصرون، لأنه كما ورد في الروايات الشريفة أن أولادكم على أي حال مخلوقين على الفطرة، أبواه، الرواية تقول أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الأب هو اللي يخلي الولد يطيح بسلك غير السلك الصحيح والطريق غير الصحيح. هذا ابني لو أنا ما أخلي له هاي القناة اللي بيها أغاني وبيها كذا، هذا الطفل ما كان ينشأ بهالطريقة اللي الآن إذا أنت تطفي عن القناة يقعد يبكي ما يهدأ إلا أن تفتح له إياه. أنت مقصر، أمه مقصر، وتحاسبون يوم القيامة. ليش سيدنا نتحاسب؟ لأن أنتم ما قمتوا بالأمانة، الأمانة أن تربوا أولادكم على طاعة الله، تربوا أولادكم على الطريق الصح. سيدنا شو سوي؟ شو سوي؟ لا يكون هذا ذريعة، والله سيدنا يبكي وما يخلينا إلا ما يخالف أنا أشوف لفت قناة بديلة. وإحنا قلنا قبل سنين، قلنا هذه القنوات الأطفال ما هذه طيور الجنة وغير طيور الجنة وما أدري إيش، هذه أكثرها فيها على حال رسائل غلط للأولاد، رسائل غلط. فلازم أنت تشوف له بديل. أول ما تبدأ تخلي له هاي القناة بدون صوت، تقول بابا هذا صوته مقطوع ما بيه صوت، خليه بدون صوت فترة، هو يمل، هو شوي شوي يمل، بس شوف بس الصور بدون صوت يمل. خلي له قنوات شيعية جيدة، شيعية جيدة، قناة هدهد للطفولة موجودة، قناة طاها للطفولة موجودة، قناة جيدة يعني موجهة وإسلامية. خلينا نسوي له بديل، هذا الطفل عليه حال مسؤوليتنا إحنا. أما والله يبكي، صحيح يبكي، ولكن شوي شوي يهدأ وتخلي له بديل طيب ولطيف، هو راح عليه حال ينسجم. نعم. أحسنتم سيدنا. ويانا اتصال آخر من منو؟ يا أختي الكريمة تفضلي. تفضلي أختي آية، أنت على الهواء. ما أدري إذا تسمعنا الأخت آية أو لا. تفضلي. تفضلوا حياكم الله.
تحياتنا للاخوان ان شاء الله بالكنترول يوضحوا لهم الاتصال. نعم سيدنا الاخ ابو آية قبل قليل اتصل ايضا ينطي فلوسه لشخص ويشغل الهياه، تعليقكم؟ هذه ما في اشكال ان انطي فلوس لشخص يشغل فلوس ويشتغل بيها، وهذه بالفقه يسمى هذا العقد بالمضاربة. نعم. المضاربة مال منك وعمل من غيرك، رأس المال مني والعمل من غيري. نعم. بس اتفق وياه أخ مرتضى، هاي 10 ملايين عندك تشتغل فيها، إيش قد ما الله قسم لك الربح، نص إلي نص إلك، نسبة يعني نسبة. أما أنه والله أنا إيش قد ما أنطيك أنت أرضى وأنا هم أرضى، هذه لازم تحدد نسبة. قل له عمي أنا إيش قد ما أربح نص الربح لك، أو 5% أو 5% أو ربع أو ثلث كيفك أنت نسبة. أما هذا التحديد أعطيك 40 أو 50 أو كذا، على أي حال إذا كان هذه نفس النسبة ما في مشكلة، إذا كان هي نفس النسبة لا إشكال في ذلك. زين سيدنا أكو مصارف أهلية عندهم يعني يزعمون إنه عندهم مشاريع، وتعالوا خلوا فلوسكم يمنا حتى نشغل لكم إياها، وأيضا لكم نسبة من أرباح هذه المشاريع. إذا كانت المشاركة يعني هذه الأموال تروح بعنوان مشاركة في مشروع، لا إشكال في ذلك. نعم أحسنتم. بعد الأخت آية على الهواء ويانا اتصال عندنا أخوان، ها تدعي لها سيدنا. الآن صارت الأخت آية تطلب دعاء حضرتك، وقبلها إحدى الأخوات أم علي أيضا طلبت من حضرتك الدعاء، الآن أدعو له يا ريت. زين أنا مستغل الفرصة، أنا اليوم تأخرت دقيقتين على البرنامج، دقيقتين تأخرت. سبب تأخري كان هو هذا، أنه أحد المؤمنين اللي لو تعرفونه ما تنسونه من الدعاء، رجل فاعل نشيط متدين خدوم للمذهب وللأمة وللمجتمع، مبتلى بمرض على حال السرطان، والآن المرض بدأ ينتشر في جسمه. اتصل علي قال سيد أنا بكرة داخل عملية، أريدك تجي تشوفني، يعني على حال أكون بخدمته. فرحت له، شوي تأخرت على البرنامج لأن رحت له، فرأيته وضعه جدا تعبان، وهو رجل أنا أعتقد المجتمع راح يخسره، المجتمع اللي هو يعيش فيه في البصرة راح يخسره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن دعاءكم إله، دعاءكم للشيخ حسن ادعوا له. الأخ الشيخ حسن والأخت ماذا؟ الأخت آية والأخت أم علي، والأخت أم علي. اللهم بأحب الأسماء إليك محمد وآل محمد، وبأشرف الخلق لديك محمد وآل محمد، وبأعز إمائك عندك فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، إلهي ألبسهم لباس الصحة والسلامة والعافية يا الله، اقض حوائجهم، أبعدهم عن كل سوء، أرح بالهم جميع من سألني الدعاء. اللهم وفقهم لكل خير وادفع عنهم الشر، وأرح بالهم، أرح بالهم إلهي، أرزقنا راحة البال. قلوا آمين. اللهم آمين. الله أحسنتم سيدنا، الله يتقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا. حياكم. عندنا أيضا مشاركة من الأخت الكريمة أم آدم، تفضلي أختي أم آدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا سيد. تفضلي. الأول. الأول سمعت أن يقولون الإمام الرضع. نعم. مو غيران تام واضح. زين. صحيح؟ هذا السؤال الأول، والسؤال الثاني. السؤال الثاني يعني أكو واحدة تقول من أفتح القرآن يعني شكلات عندي أنا عاصي. من أفتح القرآن شنو؟ يعني تكشف شكلات. تكشف لها الحجب. بدون هو ما يعرف. زين هاي تاخذ من عندكم فلوس لو بلاش؟ لا انا سمعت يعني مو انا. واضح ان شاء الله تسمعين الجواب. تحياتنا لك اختي الكريمه ام ادم. الاخت الكريمه ام ادم سيدنا تسال عن موقع مرقد الامام الرضا عليه السلام. اي انا سمعت ان احد الفاسدين معروف فاسد ومنحرف، وهو من ازلام النظام السابق، وعنده افكار مضله وضاله، ويترضى على ظلمة أهل البيت، يترضى على ظلمة أهل البيت، ويعتبر أن ظلمة أهل البيت هم على حال على حق، والآن بدأ يدعي عندها مشكلة هاي العروبية مالته عجم وعرب،
أنه الإمام الرضا مو في خراسان وإنما في سامراء، إيش يخص بهالتاريخ التعبان بهالفكر الظلامي؟ لا يمكن أن يكون لنا مصدر معلومة ولا نثق به ذرة ذرة. كتب التاريخ سيدنا توجه أنه مرقد الإمام الرضا عليه السلام. مولانا كتب التاريخ وأحاديث أهل البيت، أحاديث أهل البيت لما يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه والإمام الرضا عفوا الإمام الجواد الإمام الهادي بضعة لنا في خراسان، بضعة لنا في خراسان، هذا كلام على أحد ما حسب تعبيرنا أناس مدفوعي الثمن، لابد أن لا نتابعهم ولا نعير لهم أهمية ولا نحترمهم أبدا. أحسنتم سيدنا. ويانا اتصال من الأخت الكريمة أم آية، تفضلي أم آية تفضلوا. حياكم الله، طفي التلفزيون تماما واسمعينا بس من التليفون إذا أمكن. يلا نحصل الدوام. تفضلي أختي. يسمعكم سماحة السيد، تفضلي شنو سؤالك أختي؟ السؤال شنو السيد يسمعكم، شنو السؤال؟ تعال سيد أنا تعباني مريضة. نعم. أصلي قاعد عم يجوزي. واضح، شنو عندك مريضة؟ مريضة تعبانة ما أقدر أموت، أكره الصلاة ما أحبها. تكرهين الصلاة؟ 10 سنين ما، أي والله روح أقول لك. هذا شنو يعني بالرؤية شفت الإمام الحسين وشي قال لك؟ ها؟ بالرؤية هي شي قال لك الإمام الحسين؟ زين. هسه تسمعين الجواب إن شاء الله يا أم آية، تحياتنا لك، شكرا جزيلا. قبل لا نجاوب على أم آية، سيدنا الأخت أم آدم كان عندها سؤال ثاني، تقول إحدى النساء تقول من تفتح القرآن تنكشف لها الحجب، تعليقكم. ذول كذابين، بعض الكذابين الدجالين، والله أنا أفتح القرآن أشوف ما ينشاف وأدري ما يندرى وأعلم الغيب، ذول الناس عندهم دكاكين وحكي ما له داعي أصلا. على أي حال لا تذهبوا إلى هؤلاء، وعندنا روايات تمنع وتحرم الذهاب إلى هؤلاء الذين يسمون بال على أي حال شو يسمون سحر وشعوذة فوالات على أي حال اللاتي يدعين على أنه لهن صلة بالغيب، أصلا دخول إليهن والذهاب إليهن فيه إشكال، ولا تصدقوا أحدا في هذا. طيب سيدنا هنا أنا من هذا السؤال أنطلق إلى سؤال يمكن يدور بأذهان هواي ناس، موضوع الأبراج سيدنا في يوم من الأيام كان يعني يقتصر على صفحة في كل مجلة، اليوم صار لا بالتيك توك والفيسبوك وبقية السوشيال ميديا ناس مختصين بيقروا لك الطالع فهواي متابعين لهم ويسألوهم وبعض الناس يؤمنون بهم، شنو تعليقكم؟ يعني أكو ناس على حال هم ما عندهم حسب تعليق لا رؤية ولا هدف ولا برنامج، يريد يشوف المخفي ويريد يدري عن الغير المعلوم فيستأنس بهالإخبارات، شقد هالإخبارات تكون مرجحة يرتاح، شقد الإخبارات تكون كذا يتأذى، هذا الاهتمام بهذا الأمر غير صحيح. نعم النجوم وحركة الكواكب لها تفسيرات معينة، ولكن ليس بالضرورة ما يقوله هذا أنه صحيح، والله أنت برج الأسد طبعك هذا، وانت برج الثور طبعك هذا، وانت برج الجوزاء، هذا الكلام عليه حال لا يؤخر ولا يقدم. حكاية لطيفة، يوم من الأيام كان يمر أمير المؤمنين أو رسول الله، ما أدري تردد من عندي، لو رسول الله لو أمير المؤمنين كان يمر، شاف واحد واقف وجماعة عليه هالشكل خبصة، شلون هذول أهل الصفحات عليهم مشاركات وإعجابات، شاف ازدحام، سأل صلاة الله عليه شنو ما بال الرجل؟ قالوا يا مولاي هذا عالم بالأنساب، عالم بالأنساب أو عالم بالأبراج هيجي بالفلك، أو أعتقد بالأنساب، عالم بالأنساب. فالإمام أو الرسول قال
هذا علم، اسمعوا جيدا، هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. هذا علم لا يقدم ولا يأخر، سواء واحد يعرف الأسباب ولا يعرف الأسباب ما يأثر في حياته. هاي القضايا والله الجوزاء هتشي والثور هالشكل والأسد هالشكل وهذه الأبراج هذه، بس إحنا نريد نقشمر أنفسنا، خصوصا ذن المراهقين والمراهقات يدور يقشمرون أنفسهم على أنه أنا إيش راح يصير عندي، وراح يجيك خبر مفرح وراح يجيك كذا وراح تستر وراح، وكلها كليات حسب تعبير علمائنا كليات أبو البقاء. كليات أبو البقاء يعني هذه الكلي تضرب حجارة وين ما تصيب صابت، شنو صابت مو مهم، هذا ما عدا داعي الإنسان المتدين أن يصرف وقته لهذه الأمور. أحسنتم سيدنا، عندنا دقيقة أخيرة، والأخت الحاجة أم آية تقول أنا تعبانة ومريضة أصلي قاعدة نفسي ما تحب الصلاة، 10 سنوات مطلوبة، تفضلوا. الأخت الكريمة أعتقد عندها مشاكل نفسية كبيرة جدا، وتعيش يعني مشاكل نفسية يعني بين من كلامها ومن طريقة كلامها. أولا أختي الكريمة اللي تقدرين عليه صلي من جلوس، إذا ما تقدرين يعني ظهرك أو رجليك صلي من جلوس. اللي عليك سابقا اقضينا شوية شوية، اقضي 10 سنوات صلاة اقضيها. والله إجاني الحسين كذا، هذا كله كلام ما إلى داعي، لا الحسين ولا غير الحسين يجوز إن نترك الواجبات، ما ممكن. وهذا اللي تصوريه هذا كله تصورات وهمية، وإن شاء الله تعالى الله يعافيك مما أنت فيه. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، عميق الامتنان ووافر الشكر لحضرتك، شكرا جزيلا سيد. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله سيد. الشكر أيضا لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات على طيب المتابعة، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. شكرا، لا تنسونا في دعائكم، في رعاية الله.